يمكن يبقى في باب من الأمل. إحنا طول الوقت بنقول إنه الزيادة السكانية ده العائق الأكبر قدامنا في كل مجالات التنمية اللي بتحصل في مصر. عشان كده الزيادة السكانية قصادها متطلبات كتير جدا جدا جدا، من ضمنها وحدات سكنية متاحة أكتر للناس. مهما بدت إنه المشاريع الخاصة مهمة وكتيرة، وتلاقي وتحس كده إنك وإنت ماشي في الشوارع إنه ما فيش أكتر من الأماكن اللي ممكن الناس تعيش فيها، لكن ما زالت أسعارها غالية. وهنا بيجي دور الدولة وتدخل الدولة من أجل الفكرة الأهم، وهي الإتاحة. لازم الحاجات ولازم السكن يبقى متاح، ولازم حقوق الناس البسيطة في الحياة تبقى متاحة. الحقيقة بقى وزارة الإسكان ومبادرات السكن هي من أكتر الحاجات اللي ما زالت ماشية بوتيرة منتظمة تحقق نجاحات كويسة. الأكتر من كده والأجمل أنه دايما نسمع عن تسليم قبل الموعد. هتلاقي أنه في السوق طول الوقت العنوان الكبير تسليم متأخر جدا، معاناة الحجز مع المطور في التسليم، وقصص كتيرة جدا في مشروعات الدولة تسليم بيبقى قبل الميعاد كمان. النهاردة أعلن وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار أنه جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة هيبتدي يوم الثلاث الموافق الأول من نوفمبر، والحد الاثنين الموافق الثاني من يناير 2023. على مدار الثلاث شهور دول في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر. إجمالي الوحدات 38 عمارة في مدينة المنصورة الجديدة. وزير الإسكان كمان أشار إلى أنه مدينة المنصورة الجديدة بالتأكيد هي نافذة الدلتا السياحية، فيها أنواع مختلفة من الإسكان، والصور اللي احنا شايفينها خير دليل على فكرة التطور العظيم اللي حصل في المنصورة، إلى جانب أنه المدن اللي بتقام جديد فيها كل الخدمات، بجانب أيضا إقامة جامعة إقليمية. احنا متشرفين انه معانا على التليفون مهندس علاء لطفي، نائب رئيس جهاز مدينه المنصوره الجديده. مساء الخير مهندس علاء. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك واستاذه المشاهدين. باشمهندس علاء، في ناس كتير واعتقد ان انا كنت منهم يعني لحد وقت قريب، وما زلت بتلخبط ما بين الفئات المختلفه للاسكان الذي يقدمه الدوله، سكن مصر ودار مصر والاسكان الاجتماعي. ايه الفروقات ما بين الثلاثه، او ايه الفروقات والمشروعات موجوده فين، وتحديدا ايه اللي موجود في مدينه المنصوره؟ هو انا بس حابب اوضح الفروقات ديت في المدينه، في مدينه المنصوره عندنا، خصوصا ان احنا عندنا تقريبا كل الوحدات السكنيه اللي تتناسب مع جميع فئات المجتمع. فانا عندي تقريبا لو هتكلم على المحور الاول اللي هو محور الاسكان الاجتماعي، فانا عندي محور الاسكان الاجتماعي ذو الطابع الساحلي، وده انا عندي تقريبا 58 عماره باجمالي عدد 1392 وحده سكنيه. الوحدات ديت مساحتها بتبقى عباره عن من 94 متر ل 100 متر. وطبعا الوحدات دي بيبقى في بتتميز، كل الوحدات اللي وزاره الاسكان بتنفذها بتتميز طبعا باللاندسكيب وارت سكيب كويس جدا. الخلاف بقى بين المحور والتاني فروقات بسيطه اللي انا هوضحها لحضرتك. لو هتكلم عن المحور التاني اللي موجود عندنا في المدينه، اللي هو المشروع الاسكان المتوسط اللي هو مشروع سكن مصر، ده بتبقى عباره عندي انا في المدينه، انا عندي عباره عن 196 عماره باجمالي عدد 4704 وحده سكنيه. الوحده ديت مساحتها او الوحدات ديت بتاع سكن مصر بتبقى مساحتها من 105 متر ل 118 متر. اللي بيميز الوحدات دي ان العماره بيبقى فيها مصعد كهربائي، وبيبقى فيه سور سياج شجري حوالين المشروع. يعني كانها كومباوند يعني. بالظبط، كانها كومباوند بس سور شجري. المحور الثالث اللي هو الاسكان الفاخر اللي هو جنه، مشروع جنه. وانا في المنصوره عندي تقريبا 468 عماره باجمالي عدد 11232 وحده سكنيه. المشروع ده الوحدات بتاعته بتبقى عباره عن من 100 متر ل 150 متر. العماره بيبقى فيها برضه مصعد كهربائي، بس المشروع ده بيتميز ان هو فيه سور حديد وسور شجري كمان، يعني هو عباره عن كومباوند بالاضافه طبعا لبعض الخدمات اللي تغطي الاحتياجات اليوميه للساكن. يعني كل كومباوند نلاقي فيه مثلا سوق، نلاقي فيه مسجد، نلاقي فيه حضانه، نلاقي فيه عدد 2 حمام سباحه. لو هطلع بعد كده على المحور الرابع برضه اللي موجود في مدينه المنصوره الجديده، اللي هو المحور المتميز او الاسكان المتميز اللي هو الفيلات. فعندنا احنا الحمد لله انتهينا من تنفيذ 1149 فيلا باجمالي عدد 2103 وحده، طبعا بيغطي كل نماذج الفيلات، سواء بقى فيلات مودرن او كلاسيك، او بيغطي لي كمان كل المساحات، سواء فيلات سنجل اللي هي ستاند الون، او فيلات متصله اللي هي توين، او فيلات شبه متصله اللي هي توين.
بشكرك مهندس علاء، واضح ان الاتصال اتقطع، بس مهندس علاء شرح لنا تقريبا شرح وافي جدا لكل انواع الاسكان اللي موجوده في مدينه المنصوره الجديده. لحد هنا، واعتقد انه قضيه تقديم الخدمات او الاسكان، توفير السكن للمواطنين، هي واحده من اهم مهام الدوله، تحديدا في التحدي الحقيقي اللي احنا فيه لارتفاع الاسعار الشديد. مهما كانت الفئه الاجتماعيه او الاقتصاديه اللي الدوله بتخدمها، الاهم هو طرق السداد، هو الاتاحه، هو بصراحه، ودي حاجه نشهد فيها جدا لمشروعات الاسكان الاجتماعي المختلفه على اختلاف مستوياتها، الاتاحه. الفكرة القديمة بتاعة أني لو ينطبق عليا الشروط مش عارف حتى أوصل وأقدم اختفت تماما، أو أقدر أقول بنسبة كبيرة جدا بقى الموضوع متاح وفي إمكان كل الطبقات على اختلاف مستوياتها وقدراتها المادية.